للمزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، بعد التحية، آخر المستجدات لك من هذه الاعتداءات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. نعم، أهلا بك كريم. نحن نتحدث صباح ظهر أو عصر هذا اليوم، كان هناك تشييع للجثامين الذين ارتقوا بقصف بطائرة إسرائيلية يوم أمس في مخيم طول كرم، 18 شهيدا بينهم من الأطفال والنساء وعائلة مكونة من أم وأب وطفلين، ارتقوا بحظاء القصف الإسرائيلي في مخيم طول كرم. أيضا نتحدث عن أن هناك عدد من الحالات التي تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال على أحد المداخل في مدينة أريحة، وهما ل15 عاملا من قبل قوات الاحتلال تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أما في بلدة بيتا كان هناك اندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال وأيضا الشبان الفلسطينيين الذين يدافعون عن جبل الصبيح التي تقام عليه بؤرة استيطانية تسمى أبيتار. في بلدة الخضر، وقد ذكرت هذا الخبر كريم بأنه تم الاعتداء وأيضا إصابات بالاختناق في بلدة الخضر في مدينة بيت لحم، وأيضا كان هناك اعتداء على مزارعين فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ونحن نتحدث نحن على مشارف باقتراب موسم قطف ثمار الزيتون، حيث يتم الاعتداء على الفلسطينيين وخاصة على المزارعين لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك.